بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في حلقة جديدة من على مسؤوليتي. وبالطبع وكما أشرنا في الحلقة السابقة، فسوف نخصص هذه الحلقة للانتخابات الرئاسية التي انتهت بالفعل. صحيح أن اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات لم تعلن الأرقام الرسمية بعد، ولكن الأرقام شبه النهائية وأيضا شبه الرسمية أصبحت معروفة، ولا أظن أن الأرقام التي ستعلنها اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات ستختلف كثيرا عن الأرقام المتداولة في الصحف هذه الأيام. وبالتالي علينا أن نتوقف عند نتائج هذه الانتخابات، وعند الأجواء التي أحاطت بها، وعند ما سيترتب على هذه النتائج فيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي المصري. دعونا أولاً نذكر بالنتائج شبه الرسمية لهذه الانتخابات، فقد شارك فيها أكثر من 25 مليون ناخب بنسبة تصل إلى حوالي 47% من أصوات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية. حصل المشير السيسي على أكثر من 23 مليون صوت من يعني هذا الإجمالي، وبينما يعني بنسبة تقل قليلا عن 93%. أما خصمه المرشح المنافس حمدين صباحي فقد حصل على أكثر قليلا من 700 ألف صوت، وبنسبة تقل قليلا عن 3% من إجمالي الأصوات. الرقم الذي ربما كان بمثابة مفاجأة لا تقل عن يعني النسبة العالية التي حصل عليها المشير السيسي هي نسبة الذين أبطلوا أصواتهم والذين تجاوز عددهم المليون صوت، أي أن الذين تعمدوا إبطال أصواتهم زادوا في واقع الأمر عن الذين أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح حمدين صباحي. تعالوا نتوقف أمام دلالة هذه النتائج الثلاث، سواء النتيجة التي حصل عليها المشير السيسي، أو النتيجة التي حصل عليها خصم حمدين صباحي، أو نتيجة يعني هذا العدد الكبير من المبطلين لأصواتهم. دعونا نتحدث بصراحة ونقول أنه في أي انتخابات عندما تكون هناك أرقام تتجاوز نسبة 90% فنحن أمام وضع استثنائي، خصوصا وأن الذين تقدموا للترشح في هذه الانتخابات منذ البداية لم يتجاوزوا اثنين. ومعنى ذلك أن هذه الانتخابات لا يجب أن تقاس بالمقاييس العادية، وأنها كانت انتخابات استثنائية. هل عندما نقول أنها كانت انتخابات استثنائية هل نشكك بالضرورة في نزاهتها وفي يعني شفافيتها؟ هذا الموضوع لا يتعين أن نتعامل معه بشكل أيديولوجي أو بشكل إلى أي معسكر ننتمي. فكما قلت وكما تعرفون أنني يعني رجل أكاديمي، وصحيح أن لي موقف سياسي ولي نشاط سياسي، لكن عندما نتحدث في أمور كهذه يجب أن نلتزم بالموضوعية قدر الإمكان، وأن نميز بين التحليل الموضوعي وبين الموقف السياسي أو الموقف الأيديولوجي للباحث. وأود أن أقول بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة أنني أول من تحدث عن أن هذه الانتخابات هي انتخابات استثنائية، وأنها ليست انتخابات طبيعية بأي حال من الأحوال، وبالتالي علينا أن نتوقع أن تكون النتائج أيضا استثنائية وغير طبيعية. ولا توجد انتخابات يمكن أن يحصل فيها انتخابات، أقصد انتخابات طبيعية أو عادية، يمكن أن يعني يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 90%، وإلا أصبحت أقرب إلى الاستفتاء
منها إلى الانتخابات. وبالفعل هذه الانتخابات كانت في الواقع أقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخابات. لكن لماذا؟ هل لأن الانتخابات مزورة؟ هل أن الانتخابات ليست شفافة؟ يعني لا أستطيع أنا أو غيري أن يقول أن هذه الانتخابات كانت مزورة أو غير مزورة، وإنما يتعين علينا أن نعود في هذه المسألة بالذات إلى الوفود التي راقبت وتابعت هذه الانتخابات، وخاصة بعثات الدول الرسمية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، وبعثة الاتحاد الأفريقي الذي لم يتردد من تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي. وبالتالي لا يتوقع من هؤلاء، وهم ليسوا يعني متحمسين أشد الحماس لما يجري في مصر، لا نتوقع من هؤلاء أن ينحازوا إلى النظام الحاكم في مصر حاليا. والتقارير الأولية التي صدرت عن هذه البعثات تؤكد أنه كان هناك تجاوزات كما يحدث في كل الانتخابات السابقة، ولكن هذه التجاوزات لا تؤثر إطلاقا على النتيجة النهائية، وبالتالي هم لم يشككوا بتاتا في النتيجة النهائية. وبالتالي يجب أن نتعامل مع نتائج هذه الانتخابات على أنها نتائج صحيحة ونتائج يعني غير مزورة. لكن عندما نقول أنه رغم صحة هذه النتائج ورغم عدم تزوير هذه النتائج، إلا أنها تأتي في سياق انتخابات استثنائية أتت بعد أحداث جسام مرت بها مصر، والمرشح الرئيسي والفائز المكتسح في هذه الانتخابات هو مرشح من يعني مرشح له خلفية عسكرية، ولم يترشح إلا بعد أن وجهت قطاعات شعبية كبيرة النداء له لكي يترشح، لأن أصوات الجماهير التي طلبته بالنزول قدرت موقفه في 3 يوليو الذي يعتبره البعض انقلابا عسكريا، ولكن القطاعات مهمة جدا من الشعب المصري اعتبرت أنه خلصها من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأن البلاد يجب أن تسير في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي أخذته إليها جماعة الإخوان المسلمين. وأيا كان الخلاف الأيديولوجي حول هذه النقطة، فالقضية التي أمامنا أننا أن هناك انتخابات رئاسية أجريت، وأن هذه الانتخابات هي جزء من خارطة المستقبل أو خارطة الطريق التي أعلنت يوم 3 يوليو، وأن هناك استحقاقا ثالثا هو الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد 3 أشهر قبل أن تكتمل أضلاع المثلث الذي تتشكل منه هذه الخارطة. فلا لا لا أعتقد يعني سيظل المشككين يشككون في هذه النتائج مثلما شككوا في ما حدث في 30 يونيو وما حدث في 3 يوليو. لكن يعني دعوني يعني أتحدث الآن عن نقطة مهمة ربما ساعدت على وجود نوع من البلبلة حول نتائج هذه الانتخابات، وهو موقف الأجهزة الإعلامية وخاصة التلفزيون الخاص، لأننا وجدنا في اليوم الثاني لهذه الانتخابات نداءات متكررة من جانب إعلاميين مشهورين ولهم برامج يتابعها الملايين يتحدثون عن انخفاض نسبة المشاركة، وبالتالي يوجهون دعوات ملحة للناخبين المصريين لكي يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، مما أعطى انطباعا بأنه يعني لا وجود لهؤلاء الناخبين وأن النسبة متدنية جدا. بل وصل الأمر إلى حد يعني أن وجهت ألفاظ خادشة للحياء، ووجه سباب كثير إلى الشعب المصري الذي لم يتحرك ويعني لم يذهب إلى الصناديق بالكثافة التي كانوا يتوقعونها. ويعني أظن أن هذا لعب دورا في إقدام اللجنة المشرفة على الانتخابات لتمديد فترة الانتخابات لمدة يوم آخر. وفي تقديري الشخصي أنه لم يكن لهذا القرار ما يبرره على الإطلاق. صحيح ربما تكون لها صلاحية التمديد، ولكن التمديد لا يتم ولا يجوز بالتالي
سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية القانونية، إلا إذا كانت يعني كثافة الناخبين تستدعي مثل هذا المد، وأن هناك عدد من الناخبين لم يتمكنوا بالفعل من الإدلاء بأصواتهم ويرغبون بالإدلاء بأصواتهم. أما أن تتخذ اللجنة المشرفة على الانتخابات قرارا لا هدف له إلا إلى زيادة نسبة المشاركين في هذه الانتخابات بطريقة مصطنعة، فهذا لا يجوز لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية السياسية، ولم يكن له أي مبرر على الإطلاق، خصوصا وأن اللجنة الانتخابية نفسها أعلنت مساء اليوم الثاني أن نسبة المشاركة في التصويت في نهاية اليوم الثاني بلغت حوالي 37%. إذا اللغط الذي أثير في هذه الانتخابات كان يتعلق بنسبة المشاركة، لأن البعض تصور أنه ما لم تصل نسبة المشاركة إلى نفس النسبة التي سجلت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وأقول الجولة الثانية وليس الجولة الأولى، لأن الجولة الثانية وصلت إلى حدود 52% من إجمالي المسجلين على القوائم الانتخابية، بينما لم تبلغ نسبة المشاركة في الجولة الأولى والتي كان فيها 13 مرشحا لم تتجاوز، إذا لم تخن الذاكرة، 46%. ولذلك أعتقد أنه اللغط الذي حدث كان نتيجته الاعتقاد بأنه ما لم تصل نسبة المشاركة إلى نفس النسبة التي سجلت في انتخابات الإعادة في 1900 في 2012 والتي فاز فيها الدكتور مرسي، فتثور شكوك حول الشرعية السياسية للفائز في هذه الانتخابات. وأقول الشرعية السياسية وليس الشرعية القانونية، لأن الشرعية القانونية تتحقق للفائز بمجرد أن يحصل على أكثرية الأصوات، طالما أننا في جولة واحدة من الانتخابات ولا يوجد أكثر من مرشحين فقط. لكن يعني هل النسبة التي سجلت تنتقص من الشرعية السياسية للسيسي بالضرورة، على اعتبار أن نسبة الذين شاركوا في التصويت تقل حتى من الناحية الرسمية عن نسبة الذين شاركوا في اختيار محمد مرسي؟ أنا واحد من الناس وربما أول من طرح فكرة أنه إذا قلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات عن 52% فستكون هناك مشكلة سياسية بالنسبة للمرشح الفائز. لكن يعني على ماذا نستند في هذه المقارنة؟ في الواقع أننا نستند إلى يعني نقطة أساسية ولحظة فارقة، وهي لحظة انتخاب الدكتور مرسي، والذي من الطبيعي أن يقارن بلحظة انتخاب المشير السيسي، الذي يعتبر البعض أنه قام بانقلاب في مواجهة الرئيس المنتخب. فإذا لم يحصل الرئيس أو المشير السيسي في هذه الانتخابات على عدد من الأصوات يتجاوز العدد الذي حصل عليه مرسي، ففي هذه الحالة سوف نكون أمام مشكلة سياسية. وهذا هو ما حدث في الواقع. النسبة اختلفت، نسبة المشاركين في التصويت اختلفت، لكن عدد الأصوات التي حصل عليها المشير السيسي من الناحية المطلقة تفوق كثيرا عدد الأصوات التي حصل عليها الدكتور مرسي في انتخابات 2012. والدكتور مرسي في انتخابات 2012 حصل على أكثر قليلا من 13 مليون صوت، بينما حصل المشير السيسي في الانتخابات التي انتهت منذ أيام على 23 مليون صوت، أي على عدد من الأصوات يكاد يصل إلى حاصل جمع الأصوات التي حصل عليها الدكتور مرسي، وأيضا الأصوات التي حصل عليها منافسه في ذلك الوقت أحمد شفيق. وبالتالي من ناحية الكم ومن ناحية عدد الأصوات
فلن تكون هناك أي مشكلة تتعلق بشرعية السيسي مقارنة بشرعية الدكتور مرسي، حتى وإن يعني شاركت نسبة من الناخبين تقل عن نسبة من شاركوا في انتخابات 2012. ولذلك في اعتقادي الشخصي يعني أنه كمحصلة نهائية لن يكون باستطاعة أحد أن يشكك في نزاهة هذه الانتخابات، ولا أن يشكك لا في الشرعية القانونية ولا في الشرعية السياسية للمشير السيسي. ومع ذلك فهذه الانتخابات تعطي رسائل مهمة جدا بالنسبة لكل الأطراف. فبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين مثلا، والتي رحبت أولا، هي قالت وأكدت أن عدد الذين شاركوا في الانتخابات أقل كثيرا من النسبة التي أعلنت، وأن الشعب المصري أعطى درسا قاسيا للمشير السيسي الذي قام بانقلاب إلى آخره. وبالتالي هي تعتبر أن نسبة 53% الذين امتنعوا عن الذهاب إلى الصناديق استجابوا لنداء جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معه. وأعتقد أن هذه القراءة هي قراءة فاسدة تماما وقراءة خاطئة تماما، لأنه يعني في جميع الانتخابات السابقة في مصر، الانتخابات يعني نسبة المشاركة في التصويت حتى في هذه الانتخابات، نتحدث من الناحية الرسمية، كانت معقولة جدا بالنسبة لكل الانتخابات السابقة. يعني احنا عندنا استحقاقين زادت فيهم نسبة المشاركة. الاستحقاق الأول هو في انتخابات مجلس الشعب، والتي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى حدود 56%، والانتخابات التي جاء فيها مرسي رئيسا ووصلت فيها النسبة إلى حدود 52%. أما باقي الاستحقاقات الانتخابية كلها، سواء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2011، نسبة المشاركة لم تتجاوز 41.5%، ويعني الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية نسبة المشاركة لم تتجاوز 46%، بل أنه بعض الانتخابات زي انتخابات مجلس الشورى مثلا، الذي تولى كامل الصلاحيات التشريعية في لحظة من اللحظات، وتحت يعني عندما كان الدكتور مرسي هو رئيس الجمهورية، لم تزد نسبة المشاركة عن 12%، والبعض يرى أنها لم تتجاوز في حقيقة الأمر 7 أو 8%. وإذا فيعني الاستناد إلى نسبة المشاركة للتشكيك أو عدم التشكيك في شرعية الرئيس يتعين أن يؤخذ بحذر شديد، خصوصا عندما يحصل الرئيس المنتخب على نسبة تتجاوز 90% من الأصوات. وهنا مربط الفرس، كيف ولماذا حصل المشير السيسي على نسبة 90%؟ أي انتخابات كما قلت قبل ذلك يحصل فيها أحد المرشحين على نسبة 90% لا يمكن أن تعد انتخابات بأي شكل من الأشكال، وهي أقرب إلى الاستفتاء. ولكن تفسير هذا هو أن الرجل ليس مرشحا عاديا، وإنما هو مرشح نادت عليه الجماهير وطلبت منه الجماهير أن يترشح، ومن الطبيعي أن يخرج إلى صناديق الانتخابات فقط هؤلاء الذين يرغبون في انتخاب. لكن المشكلة هنا، لماذا لم يحصل صباحي على أصوات معقولة تؤكد أنه كان منافسا حقيقيا في الانتخابات؟ وهنا بقى تأتي القضية التي ستثير جدلا كبيرا خلال المرحلة القادمة، أن حمدين صباحي نزل هذه الانتخابات ليس كمرشحا منافسا حقيقيا، ولكن ليضفي يعني مسحة شرعية على هذه الانتخابات، ولولا لتحولت هذه الانتخابات إلى استفتاء، أي أنه
يعني جاء إلى الانتخابات عبر صفقة. وأنا أشرت إلى هذا قبل ذلك وقلت أنني لا أعتقد أن حمدين صباحي يقبل هذا، والأرجح أنه أقام حساباته على أساس خاطئ، وبالتالي هنا خطأ واضح جدا في حسابات صباحي الذي كان يعتقد أن الثورة ما تزال حية وأن الجماهير تميل إلى يعني الدفاع عن ثورتها، سواء ثورة 25 يناير أو ثورة 30 يونيو، وأنها ستخشى ربما لديها مخاوف من يعني أن يعاد إنتاج النظام السابق إلى آخره. هذه الحسابات تبين أنها حسابات خاطئة، وأن الحملة الانتخابية التي قادها صباحي وارتكزت على هذه الأسس لم تكن حملة ناجحة بأي معيار من المعايير. إذن وهذا يؤكد أنه في واقع الأمر أن الأحزاب المدنية، الأحزاب السياسية في مصر أحزاب ضعيفة وأحزاب هشة، وبالتالي هذه ستطرح مشكلة كبرى في المرحلة القادمة. ويتعين أن نتوقف عند دلالة هذه المسألة، لأنه لا يمكن أن يقام نظام ديمقراطي بدون أن تكون هناك أحزاب مدنية. فهذه النقطة ربما نعود إليها مستقبلا، لكن النقطة الأخيرة والتي يجب أن نتوقف عندها ببعض الشرح هو هذه النسبة الكبيرة من الأصوات التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع لكنها تعمدت إفساد صوتها، وهذه أصوات احتجاجية، وبالتالي يتعين على المشير السيسي أن يأخذها في الاعتبار. ويعني هذا الرقم الكبير يجب أن يضاف في واقع الأمر إلى نسبة كبيرة من هؤلاء الذين لم يذهبوا إلى التصويت، خصوصا وأنهم يدركون أن هذه الانتخابات بالغة الخطورة وبالغة الحساسية، وبالتالي هؤلاء ربما اعتبروا أن الانتخابات هي تحصيل حاصل وبالتالي لن تغير شيء. أنا في تقديري الشخصي أن هذه الانتخابات وإن كانت قد أكدت على أن المشير السيسي له شعبية حقيقية في الشارع، إلا أن هذه الشعبية ليست بالضخامة التي يعني يحاول البعض الترويج لها، خصوصا وأن المشير السيسي نفسه كان يتوقع أن ينزل إلى الشارع ويذهب إلى صناديق الاقتراع ما لا يقل عن 40 مليون. وبالتالي إذا قارنت نتائج هذه الانتخابات بما كان متوقعا، سواء من جانب أجهزة الإعلام التي يعني استنفرت في لحظة من اللحظات وارتكبت أخطاء هائلة، تقديراتها كانت أن هناك 70 إلى 75% من الناخبين سينزلون إلى صناديق الاقتراع، أو المرشحين أنفسهم، وخاصة المشير السيسي الذي قال صراحة وبوضوح تام أنه يأمل ويتوقع أن ينزل ما لا يقل عن 40 مليون ناخب. الذين نزلوا إلى وتوجهوا إلى الصناديق هم 25 مليون فقط وليس 40 مليون، وبالتالي هذه الرسالة يتعين أن يستوعبها المشير السيسي. الشعب المصري فوضه في هذه المرحلة لأنه يرى فيه الرجل القادر على تحقيق الاستقرار بعد هذه السنوات الطويلة من الفوضى، وبالتالي الرجل القادر على إنقاذ مصر من الحفرة العميقة التي وقعت فيه. هل سيكون قادرا؟ هذا هو السؤال الذي يتعين أن نطرحه ابتداء من الحلقة القادمة، لأن أمام الرجل تحديات هائلة، ويتعين وما لم ينجح في حشد الجماهير حوله، سواء الذين أدلوا بأصواتهم أو الذين تخوفوا ولم ينزلوا إلى هذه الانتخابات لسبب أو لآخر، إذا لم ينجح المشير السيسي في جمع هؤلاء جميعا وطرح سياسة تمكن هؤلاء من الالتفاف حوله لإخراج البلاد مما هي فيه، أعتقد أن هذا سيشكل مشكلة كبيرة بالنسبة له. ولذلك سنبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله للحديث عن التحديات التي تواجه المشير السيسي، وهل لديه رؤية لإخراج البلاد من هذا المأزق أم لا. شكرا، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.